السلام عليكم. إيلون ماسك اللي هو أغنى رجل في العالم، اللي من المتوقع أنه يكون أول رجل يحصل أو ثروته تكون واصلة إلى 1 تريليون دولار، اللي تقريبا 1000 مليار دولار. شنو قال إيلون ماسك؟ قال كلام خطير، وهذا الكلام يعني تسبب في أن تراجعت أسهم بعض الشركات، حتى من ضمنها شركات يملكها. شنو قال؟ قال أن أمريكا متجهة إلى الإفلاس عاجلا أم آجلا. طيب، هذا رجل أعمال وكلمته مسموعة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الاقتصاد الأمريكي وغيره، وإذا الولايات المتحدة الأمريكية يعني اتجهت إلى الإفلاس أكيد راح يكون في انهيار اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، واقتصاد العالم ككل مرتبط باقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أي هزة في اقتصاد العالم، أي هزة في الاقتصاد الأمريكي كل اقتصاد العالم راح يتأثر. 65% من التعاملات التجارية حول دول العالم مرتبطة بالدولار، والولايات المتحدة الأمريكية تقريبا الاقتصاد الأمريكي تقريبا 25% من قيمة الاقتصاد العالمي ككل. زين، إيلون ماسك شنو قال؟ ليش قال هالكلام هذا؟ هو قال الكلام هذا لعدة أسباب. إما أنه قال الكلام هذا لدعم ترامب، لأن ترامب عنده خطط إصلاحية وغيره وكذا، وترامب أصلا عنده وعود لإيلون ماسك. الوعود شنو؟ أنه راح يخلص شغله. مثل شنو؟ مثل أنه راح يمنع السيارات الصينية، أنها يتم استيراد السيارات الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى السوق الأمريكي، لأن السيارات الصينية أفضل وأرخص من سيارات تسلا اللي هي مالكها إيلون ماسك. الأمر الثاني، عند ما عنده مشكلة أن الـ FDA ما خلصوا شغله، العساس أن يحط شريحة في رؤوس الناس، فراح يخلص له هذا الشغلة. شغلة ثالثة، أن هيئة الطيران الأمريكي موقفة رحلاته، رحلات البشر إلى الطيران، فهو قاعد يبي يدعم بشكل مباشر دونالد ترامب، كأنه قاعد يقول أن دونالد ترامب عنده مشاريع إصلاحية أو غيرها. الشغلة الثانية، أنه قال أن الدين الأمريكي كل سنة قاعد يرتفع. الدين الأمريكي تقريبا حاليا الدين الأمريكي اللي هو 33 تريليون دولار، لكن الدين الأمريكي لما يرتفع كل سنة ما هو شيء جديد، يعني صار له يمكن أكثر من 80-90 سنة كل سنة الدين الأمريكي يعني يزيد عن السنة الماضية. لكن إذا صار مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية ما قدرت تغطي الدين الأمريكي، أول دولة راح تتأثر اللي هي الصين. ليش؟ لأن الصين أكبر دولة في أنها تسلف الولايات المتحدة الأمريكية. من خلال شنو؟ من خلال الصكوك اللي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للدول. طبعا من اللي يعني يملك في الصكوك الأمريكية؟ اللي هم طبعا أكبر المالكين دول كثيرة، مثل منهم؟ مثل الصين. الصين هذه أول دولة تملك في بالصكوك الأمريكية، لذلك أن الصين مو قاعدة تحاول أنها تغزي الولايات تغزي تايوان، لأن اقتصادها مربوط في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلن تايوان أصلا جزيرة يعني مو أحد معترف فيها وما تسوي شيء أصلا أمام الصين. فإذا الدولة تبي تغزو مثلا الصين، يعني إذا عند العسكر معطيات أن الدولة الصين تبي تغزي تايوان، فالمعطيات راح تكون أكيد أنها يعني حشود عسكرية وغيرها، لكن المعطيات الاقتصادية لا، أن الصين قاعدة يعني تطلع من السوق الأمريكي. نفس اللي صار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، لما أوكرانيا روسيا ما بين روسيا وأوكرانيا، لما روسيا شنت الحرب على أوكرانيا، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية جمدت الأصول الروسية من السيولة وغيرها من المليارات الروسية، واشترت أسلحة بهذه الأصول، أسلحة لأوكرانيا وأرسلتها لأوكرانيا. فالصين تقول أنا ما أبي الولايات المتحدة الأمريكية تسوي فيني نفس هذه الطريقة، علشان جزيرة ما تسوى. لكن أي هزة في الاقتصاد الأمريكي أو أن الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن سداد الدين اللي هو 33 تريليون دولار،
راح يتأثر الاقتصاد الصيني بشكل كبير، لأن الاقتصاد الأمريكي مرتبط بشكل كبير بالاقتصاد الصيني. فإذا أكبر اقتصادين في العالم اللي هو الاقتصاد الأول الولايات المتحدة الأمريكية بحجم ناتج المحلي يقدر ب 26 تريليون دولار سنويا، والصين اللي بالمركز الثاني بحجم 21 تريليون دولار سنويا. فإذا صار في أي هزة أو صار في أي إفلاس أو أي انهيار اقتصادي في الصين وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع أنك جميع الاقتصاد دول العالم راح ينهار، وراح يكون في انفلات أمني، والناس يعني راح تسعى وراء الغذاء والدواء وغيره. وإيلون ماسك في المقابلة انتقد السياسات البنك المركزي الأمريكي اللي هو البنك الفيدرالي الأمريكي في مواجهة التضخم، يعني قاعد يقول في ناس يعني اقتصاديين قاعد يقولون لا لازم ترفع الفائدة عشان يعني يتم السيطرة على التضخم، وفي ناس اقتصاديين هذه مشكلة يعني فنية اقتصادية، وفي اقتصاديين قاعد يقولون لا الآن تم السيطرة على التضخم، الآن تقريبا صار لنا 3 سنوات البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة، وبالتالي البنوك ما تقدر تقوم بدفع هذه الفائدة للمودعين اللي قاعدين يودعون أموالهم في البنوك الأمريكية. ففي يعني اختلاف في وجهات النظر ما بين الاقتصاديين بشأن سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي. وإيلون ماسك في هذه المقابلة طبعا انتقد البنوك الأمريكية، قال أنتم قاعدين تعطون الشعب الأمريكي كله كريدت، يعني كريدت كأنه تسليف بطاقات الفيزا والماستر كارد، كانت سلف للأمريكيين، فالأمريكيين بأنفسهم قاعدين يعيشون على الكريدت اللي هو الدين. لكن رد مرة ثانية وقال إن إذا فاز ترامب فإن عنده خطة إصلاحية بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية ما تتجه إلى الإفلاس. ورد مرة ثانية انتقد سياسات البنك المركزي، قال الآن ليش ما يتم التعامل بالعملات الرقمية، لأن الآن العالم راح يتجه إلى أنه خلاص ما في كاش، حتى لو في الكويت قاعدين نشوف أنا ما حد قليل الآن اللي قاعد يشيل كاش، كل الدفع عن طريق الموبايل وعن طريق غيره. فقاعد يقول أن إحنا متخلفين، أن ما بدينا في مثلا أن العملة تكون عملة رقمية، أو نبدأ بالعملات الرقمية اللي حاليا موجودة في السوق وقاعد يتم تداولها مثل بيتكوين وغيرها. وبنفس الوقت انتقد إيلون ماسك السياسة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، وقال أن 1 تريليون دولار ميزانية وزارة الدفاع يعني كبيرة جدا، وقال أن يعني كأنه قاعد يقول أن احنا ما لنا مصلحة أن قاعدين ندعم أوكرانيا. ورد مرة ثانية على مشاريعه، كأنه قاعد يقول إذا فازت هاريس فإن العالم أو الزوار ما راح يصلون إلى المريخ. طبعا هو عنده مشروع لسفر إلى المريخ. إيلون ماسك طبعا ما توقف عند هذا الحد، فقال أن دول العالم إلى الآن يعني غير منفتحة للذكاء الاصطناعي، ممكن أنه يخلق مشاكل وجرائم كثيرة وغيره. فقاعد يقول إلى الآن أن احنا مو قادرين لا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ولا برا الولايات المتحدة الأمريكية قاعدين يعني نقدر نستثمر أو نطور الذكاء الاصطناعي. وإيلون ماسك للعلم هو أكبر مستثمر في مشاريع أو شركات التكنولوجيا أو شركات ذات اللي يعني تستثمر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ترامب نفس الوقت مع ظهور البريكس أو عملة البريكس قال لأي دولة إن راح تستخدم عملة البريكس أو تتخلى عن الدولار راح أفرض عليها أو تتخلى عن الدولار راح أفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 100%. أيضا تعهد إن راح يفرض ضريبة بنسبة 10% أو رسوم 10% على الصادرات من الاتحاد الأوروبي والصين. هذا يا جماعة اللي قدر تلخصه من مقابلة إيلون ماسك وآخر أخبار ترامب. إذا عجبك الفيديو لا تنساني في اللايك والاشتراك والإعجاب والمشاركة والتعليق، وأكون شاكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.